أقوم بس كان ينادي بصوت عالي جاي لحاله كان برا الباص يقدر يلعبه هنا لي يقدر يلعبه برا فأخذ القرار السليم ندافع طلع قفل الجهة حقتي أنا خلاص أنا طبعا السبرنت هذا ما وقفت اللي في الشمال بس اللهم انك الحمد الشكر بس قاعد الحمد لله أنا أخذت كأس آسيا خلاص خلص انتهى الفيلم كله هذا والأحلام كلها في ثانيتين خلصت خلاص سجلنا هدفين انتهى ونفس الشيء العالم تفرح وأنا رايح من لسه عندي حماس مدري إيش رايح واقف في نص الدائرة العالم كلها تفرح هناك نص الدائرة استناهم يرجعون لسه باقي ثلاث دقائق قاعد أقول نفس الكلام لسه باقي ثلاث دقائق ما انتهت المباراة وحنسجل وما نبغى يتسجل علينا لسه جديين يعني خلاص احنا فايزين 3-0 لو سجلوا هدفين في دقيقتين ما راح يفوزون علينا بس لسه جديين والعالم تتكلم مع بعض يلا باقي ثلاث دقائق يا نسجل يا ما يتسجل علينا يلا نكمل زي ما احنا